السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل معانا الشكل الديكور اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده هتشرفك قدام ضيوفك في استقبال رمضان إن شاء الله. هتقدميها على السفرة، تنفع كطقم عصير أو طقم تقديم مشروبات من بواقي الكوبايات اللي موجودة عندك. تعالوا نشوف زينا الفكرة دي ازاي، تابعوا معايا لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فكرة بسيطة جدا من بواقي الكوبايات اللي موجودة عندنا في البيت. ده طبعا المج الفرنساوي اللي موجود في كل البيوت عندنا، يعني مفيش أبسط من كده. الحقيقة الطقم ده كان فايض عندي منه أربع مجات من المج ده، وده كان طقم برضو مية أو عصير، مفضش عندي غير 3 كوبايات منه. فأنا حبيت إن أنا زينهم بشكل مختلف، بحس ان انا اقدر اجمع مجموعه كوبايات تكون بواقي من اطقم مختلفه في الشكل، بس لما زينها بديكور واحد هتعمل معايا طقم، بدل ما اروح اشتري طقم مثلا غالي جدا. واحنا طبعا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فمحتاجين ديكورات بسيطه وحاجات شيك، يعني تزين سفرتنا قدام الضيوف اللي عندنا. طبعا احنا لو قدمنا مثلا في ده ميه على السفره او عصير او اي مشروبات، مثلا ممكن تكون لاطفال مثلا في المجات الصغيره دي، هتبقى شكلها جميل وهتبقى مناسبه جدا. الفكره معايا الجبير اللي انا كنت جايباه في فيديو المشتريات، بس انا اخترت اللي هي الورده دي كده، قسمتها لان هي طبعا عباره عن ورود متشابكه في بعضها، فقسمتها بالمقص. والحقيقه ان انا زينت الصينية اهي، ويعني نطرت الورد ده بعد ما قصيته على الصينية كده، وحطيت خرزات بس كده بالشكل ده كده اهو على الصينية وخلاص. ومن تحت هنا عملت لها قاعدة ب4 خرزات في الجزء ده كده، فده طبعا علشان تتعمل الصينية كقاعدة. يعني في ناس كتير سألتني انا ليه بستخدم المرايات دايما في الديكور، لان المرايات من النوع اللي يعني لو استخدمتها كديكور ما بيعديش عليها الزمن، بمعنى ايه؟ ان هي بتفضل موضة معاكي على طول الوقت. ان شاء الله هنبتدي على طول. انا سبت 2 بس علشان ازينهم علشان وقت الفيديو، هنشوف هنعمل فيهم ايه. طبعا انا هاخد مقاس الجبير على قد الكوباية بالظبط علشان ما هقدرش منه حاجة اهو. هبتدي ان انا اقصه. هنا انا قصيت الجبير خلاص بالمقاس، ما احتجتش الا القطعه دي، حاجه ما تجيش يعني ربع متر، احتجتش غير القطعتين دول. معايا لولي زي اللي انا حطيته على تزيين الورده كده، وهبتدي على طول اشتغل بمسدس الشمع. طبعا لو عايزه تنضفي الحاجات دي هتعمليها زي معامله المفارش بالظبط. كل اللي هيحصل فيها ان انت هتجيبي مثلا يعني حاجة فيها مية ومسحوق، وهتحط فيها الحاجات دي بتتغسل بمنتهى السهولة وتشطفيها عادي، مفيش اي مشكلة خالص. انا هحاول الاول اثبت الجبير كده عليها من تحت. تزيين بسيط مش محتاج منك اي مجهود نهائي اهو. بسم الله. هبدا احط بقى الخرز عشوائي كده على الكوبايه من بره، والافضل ان انت مثلا ممكن تعملي زي نظام مثلث كده، بداتي بواحده تعملي واحده في الزاويه من فوق وترجعي تنزلي المقعده تاني بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده هنبدا نمشي تاني من هنا اهو، ونعمل كده لغاية ما نكمل كل أجزاء الكوباية. عايزة تطلعيها للآخر خالص مفيش أي مشكلة، بس أنا الحقيقة بفضل إن هو يعني إيه، إن أنا أعمل تزيين بسيط عليها كده بالمقدار ده كده كفاية قوي، علشان الحاجة ما تبقاش إيه يعني فيها تفاصيل كتير. ده كده خلاص خلصت، مسافة ثواني اهي. هنعمل المج كمان، شكله هيختلف جدا معانا.
الحاجات دي بتتغسل بمنتهى السهولة، ولو انت مش هتحطي ولو هتحطي فيها مشروبات سخنة يبقى يفضل ان انت تلزقي باللي هو الايبوكسي اللي انا كنت لازقه بيه في الفيديوهات اللي فاتت، الفيديوهين اللي قبل دول على طول. لو هتحطي فيها مشروبات باردة يبقى خلاص الشمع ينفع معاكي وما بيفكش من المية ولا حاجة. اهو هبدأ احط برضو على الكوباية من هنا نفس الطريقة برضو. وبعدين اصلا الحاجة اللي متواجدة في السوق الايام دي او في المحلات كوبايات العصير متوفرة بالودن دي، يعني مش هنقول ان هي بتاعت شاي بس يعني ولا حاجة. كده تزيين الكوباية خلص معايا اهو، مفيش ابسط ولا اسهل من كده، وشكله شيك جدا وبسيط قوي. وده كان تزيين الكوباية الكبيرة اللي هي بتاعة المية او بتاعة العصير اهي. وعندي هنا حاجة خليتها برضو لايقة عليهم شوية، الازازة دي كنت انا مزيناها في الفيديو بتاع تزيين الازاز واستغلالها اللي هي فايضة عندك دي، كانت ازازة خل تفاح بس انا حسيت ان هي شكلها مناسب تتحط معاهم يعني. بس طبعا في كمية ازاز مش زينا بالفيديو ده، فان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ارجو ان هو ينال اعجابكم. ما تنسونيش من صالح دعائكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.